أيمن، أنت ولدت برأس الدكواني وأهلك من العديسة من الجنوب وربيت بوادي أبو جميل، خبرنا عن تجربتك بالمدينة. مرحبا بداية. ولادتي كانت برأس الدكواني سنة 75 من أهل الرسامين، أهل بقصد بي وعمي، مش بي وامي. بي فوزي وعبد الحميد كانوا رسامين. ولدت براس الدكويني لعمر شهرين وظهرت منها، يعني نحن بداية الحرب كان عمري شهرين. فراس الدكويني ما عندي ولا انطباع عنها، حتى زرتها مؤخر جدا بعد الحرب، رحت نشوف بقايا المنطقة اللي كنا فيها. انتقلنا من راس الدكويني لأكثر من محل على بلدة أمي من البقاع الغربي من مشغرة، وانتقالات سريعة لاستقرينا بالآخر بالخمسة وسبعين. كنا بوادي أبو جميل بمنطقة كانت على خطوط التماس، لأنه كانت منطقة لتقريبا البرجوازية اليهودية، مظبوط، ففضيت تقريبا لأنه صارت خط تماس بسبب الخوف، وشوي شوي صارت يجي ناس ونحن منهم نعيش ببيت لأصحاب يهود أو ناس ظهروا. بقينا من 75 لل 95 بهذا الحي تقريبا. فالانطباع تراكمي إذا بدك، انطباع أخذ وقت، يعني الناس كانوا لاجئين من كل الإثنيات، من كل الديانات، من يعني بذكر كان في أرمن، سريان، أكراد، يهود، أكراد، جنوبيين، ناس مبعلبك، فلسطينية، حي كان غريب عجيب، يعني كل المملأة ملأ محل يسكن فيه، عاش بهذا المحل. وهذا طبعا أعطى انطباع عندك بالنسبة للمواد اللي بتستعملها، بالنسبة يمكن القماش اللي كنت تحطه على اللوحات تبعيتك. إجا بفترة مؤخرة، بس القماش كان إذا بدك تياب اللي وافدين من الأطراف، هلا استعملته كمان بمعنى سوسيوبوليتيك، اجتماعي سياسي. كان في ديسكريميناسيون للذوق، يعني كان في بلا ذوق وبذوق إذا بدك. الذوق كان دائما مربوط بقصة إنه هول تبع الأطراف لابسين كشاكش وزهور، منهم أهل الجنوب ومنهم الأكراد اللي كانوا بالحي. بما أنه فتنا حكينا على القماش، بس الانطباع تبعي لما استعملته كان بذو حدين. يعني في رحنا مشوار بسيط سنتين ونص تقريبا لفرنسا، انتقلنا ورجعنا بفترة، البي كان عم يتعلم. بعودتنا سنة 86 كان هيدا اللون، الزهور والمزركش اختفى، اجا محله الأسود والرصاصي. فالسببين اللي بيشتغل عليه هو مثل توثيق لبيئة عاشت هالانتقال ما بين طبعا بمناطق مهجرين، بس عاشت هالانتقال كأنه من الريف على المدينة، وكأنها بقيت بالنص. هلا بالمدينة كمان أنا بتذكر الانستالاسيون اللي عملتها اللي عليها الديك وعليها الخروف، لأنه كان في بقلب البيوت كانوا يجيبوا هالقصص هيدي، خبرنا على هلا. ايه، في اكثر من عمل لواحد منهم مسميه صباح الخير وادي ابو جميل. بذكر انه كان في بالحي بقلب بنايات نيو كلاسيك فخمه، تلاقي الباب مفتوح، في عندك في ناس مربيين دجاج بالصالون، في عندك على السطح حمام، في عندك خواريف لعيد الاضحى مربوطين بالبنايه. فايه تحول هذا الحي مثل عم تقول هلا اي مكان ناس يسكروا، كانوا بالنايلون والتنك بذكر انه كان الخزن اللي كان طايره بوابه، لانه بدايه الحرب في ناس اجت سرقت التريات بالبيوت والسجاد فكانوا يفكوا باب الخزانه لانه في المرايه سمينه، ويتركوا برايهم في الخزانه. الخزن اللي بقيت استعملوها الناس يصفوا فيها مثل اليوك تبع الارياف، يحطوا فيها فرشهم. وانت عامل عمل كمان ببواب الخزاين اللي هو هلا بمعهد الفن، هو هذا مسميه يوك هو اللي بينعمل ببيوت الريف اللي بتبقى مثل جورة فيها رفوف بحطوا فيها الفرش. حلو. يعني عملت رابط بين الخزانة اللي كان دائما براسي مفكوكة وبين فكرتها الأساسية اللي بالأرياف. أيمن، حكينا على علاقتك بالمدينة، بس كتير من لوحاتك مباني
قلنا على علاقتك بالمباني بقلب هالمدينة هيدي. البداية كانت بلوحة بال95 لأخذها باستيل صورة من وادي أبو جميل. كان في هيك مجرد بناية تقريبا هذا الانطباع المكسر اللي كنت عم بقول لك انه نايلون خشب كذا. بس اللي كان اذا بدك هيك علامة مسجلة كان دائما مناشر الغسيل موجودة وين ما كان. عملت فيها عمل انت مناشر؟ عملت فيما بعد رجعت اذا بدك هذا كان العمل المفتاح اللي حتى لما رحت على باريس درست كان هو العمل اللي انطلقت منه اذا بدك هو وعمل تاني صغير نحكي عنه فيما بعد على المدينة الرياضية. عمل كان قد يعني اكبر من الكف بشوي ورجعت عملته على الواسع. البنايات في اكثر من مرحله في فتره في اذا بدك مباني اشتغلت عليها مباني خاصه كانت هيك مربوطه بذكرتنا بالحرب بقصد هون برج المار الهوليداي ان البيضه فيما بعد بس برج المار والهوليداي ان كمان كانوا مش بعاد عن الحياه اللي عشتها يعني كانوا اذا بدك طرف وادي ابو جميل هول المباني كنا نشوفهم كان مباني للقنص بس كان كمان في شغلة بذاكرة اللي أكبر منها بالعمر اللي هي حرب الفنادق اللي كمان هون هيدا جانب حبيت ركز عليه كيف بيتحول الفندق لمكان للقنص بيصير كأنه قلعة الدور تبع كل مبنى كيف بياخد إذا بدك بيتحول ففي مباني اللي عم نحكي عنهم اللي هيك مثل ماركة مسجلة اللي بيمرق أحد برج المر وعنده ذاكرة بالحرب يعرف شو برج المر أو وفي مباني إذا بدك إجت بعد حرب تموز أو قبلها شوي حتى بدراستي مع مروان اللي هي مباني مقلة طابع مقلة هوية بس كنت عم فتش بهداك الوقت على شكل التكسير على شكل الهدم اللي في يوصلك الإحساس مرات بأنه هيدي هابطة بثواني اللي بعد حرب تموز يعني شفته بطريقة فجأة ما شفته حتى بالحرب الأهلية إلا بالاجتياح الإسرائيلي أكيد مثل مثلا السفارة الأمريكية اللي رسمتها السفارة كمان هيدي مثلا في السفارة الأمريكية كمان لأنه رمزيا كان إلى دلالة بصراع عم بحكي بلبنان والشرق الأوسط ولقلي كمان بعدني لهلأ بسمع صوت الانفجار يعني أنا بتذكر لما كنا بويدا بجميل وطلع تقريبا على عيني مريسي انفجار ضخم فالصوت بعده بدينينا يعني أكيد أكيد أيمن أنت حكيتنا هلأ على حرب تموز شوي وحكينا عن البنايات حكينا شوي على موضوع الوقوف على أطلال اللي استنبطوا مؤخرا انتبهت له أنه في علاقة بين إذا بدك التيماتيك اللي بيشتغل عليها الثلاثة الأساسية بهداك الوقت كنت عم بشتغل على الروين على الخرابات على وجه الفدائي على الصرار والإشياء والسيارة اللي مع البجاج اللي إلها علاقة بالتيه استوقفني شغلي إنه هالثلاث تيماتيك طبعاً أنا عم بقرأ كتاب اسمه Voyageur sans Orient الراحل عن غير هدى كتاب بيحكي عن الستركتور تبع البنية تبع الشعر العربي كل القصائد تبع المعلقات أو اللي بيسمون وقوف على الأطلال ببلشوا بواحد واقف على الطلل مع طبعاً مع النديم عم بيحكي واقف الطلل بنقصد هون البقايا أثر لمكان شو بقي من قبيلة مرقت هو بالعادة بيكون ماشي عم لاحق حبيبته عم بيفتش عليها بالصحراء المرحلة الأولى بيكون هو وصف للمكان اللي إجا لقاه إذا بدك هذا هو الطلل اللي لقاه في شوية شقف خشب من النار في حجرتين في فالطلل هو تقريبا هلا بيربطوه بالروين القسم الثاني لما اللي فيه هو بالمعنى العام اذا بدك بالشعر العربي هو الخساره انه اجى على محل كان عم بيفتش لقى فاضي القسم الثاني هو بيكون له علاقه بالتيه يعني بيصير تايه بالصحراء عم بيفتش على حبيبته او على الهدف اللي مبلش فيه بالقصيده والقسم الثالث مثل عم بيأكد هويته ومن وين جاي ونسبه والمروءه والفروسيه والخطابه وكل اللي قيم الاخلاق عن العرب
فبهالثلاث تيماتيك فيني أقول إذا بدك تيماتيك الأساسية بشغلي كانت بتشبه هالستركتور. والسبب كان عم بيحكي ميشيل فاني عليها أنه كان بي يجبرنا لقوينا لغتنا العربية أنه نحفظ قبل ما ننزل نلعب 10 أبيات من أمهات الشعر. يعني كان لازم هذا فرض واجب أنه تحفظوا 10 أبيات تنزل تلعبوا. فكأنه تشربت إذا بدك هالتيمة العامة اللي هي الخسارة، اللي هي فكرة الإيدنتيتي الهوية اللي هي تيه بمحلات أو اللي جبتهم على مواضيع معاشة عشناها. وهذا شيء كتير مهم الناس تفهمه، لأنه كتير ناس دايما بتسألني أنا بصفتي واحد من أصدقائك المقربين، ليه أيمن بعده عم بيشتغل على هول البنايات المهدمة؟ هذا سؤال طويل. لأنه في سبب. طبعا السبب له علاقة شخصي وبالمنطقة كلها. يعني من ولادتي لهلأ نحن بنشوف حرب ورا حرب ورا حرب ما بسيكل. وبعتقد أنه إذا بنرجع لورا منبلش بجدودنا ومن انهيار الدولة العثمانية من 19 لهلأ نحن أو 14 لهلأ نحن وعايشين سيكل من الخراب، وبشكل خاص بالمشرق العربي. بسمعه كتير طبعا وبمراحل. يعني أول ما رجعت رسمت الحرب من بعد مجيئي من فرنسا بخلص دراستي، عرضتهم ببيروت أنه الناس ما بدها تتذكر الحرب. وهذا خطاب سياسي كان عام على رأسه العصابة الموجودة حاكمتنا، كان بدهم بالمحاية ما يخلوا شيء. كان خطاب خاص للحريري، يعني ما بده حتى منع، رفض أنه أرمون يعمل أهم قطعة موجودة عندنا اللي موجودة باليرزي، هذه أهم قطعة نحتية موجودة بلبنان، رفض أنها تكون تحت لأنه الناس ما بدها تتذكر الحرب. اشتغلنا على الحرب لأنه كان إذا بدك فرض واجب أنه في جيل لازم يشتغل على الحرب. يعني هذا بيسمينه تشيل ديفوار دي ميموار، فرض الذاكرة. والجيل اللي قبلنا كمصورين باستثناءات طبعا فيها عارف الرئيس أهلنا شوي لأنه كانوا أكتر بقلب الحراك السياسي، يعني كانوا مش بس مجرد رسامين، كان كمان بس بالإجمال اللوحة اللبنانية لوحة ملونة جاي معظمة من إذا بدك التجريد الغنائي الفرنسي. يعني في أوكي هيدا ما عاد يعبر عن الروح الشيء اللي عشناه، عم بحكي كجيل. فيمكن جيلنا بداية البداية وهيدا شيء ما بيخلص. يعني ما فكرت أنه بعمل لوحتين عن الحرب وبعدين بسكر الباب وبروح لمحل تاني. إذا منرجع لحرب تموز بقول لك كان براسي أعمل غير شيء. يعني أنا عملت معرض بال 2006 عند صالح بركات، وإجت الحرب من بعد ما انتهى معرضي. كان براسي شغل على مدينة بيروت، بمعنى إذا بدك كيف عم بهالسرعة كيف يمكن اللي هلأ عم بعمله. وبعد حرب تموز ما قدرت إلا كنت قاعد بنص الخرابات. يعني ب 2007 أنا كنت قاعد بنص الضاحية عم صور وبرسم البيوت اللي حوالي. هلا هيدا بالنسبة لي شيء مضحك، لأنه أنا بعرف راسك ليه عم تشتغل هالشغل هيدا. بس وقت ما صارت المتفجرة تبعت البور صاروا الكل يرسموا هالإهراء، رح نجي لها هلأ بعدين. بس فعلا يعني أنا صرت أضحك مع هول الناس اللي كانوا ينتقدوك يقولوا ليه أيمن عم بيرسم هالشي هيدا، كلكم قاعدين عم ترسموها، هلأ ليه عم ترسموها؟ لأنه هيدي فاتت براسنا. لأنه صار في صار كمان في شغلي، صار في مكاني للوحة. هلأ رح أقول عنيفة، هي منا عنيفة، بس إذا بدي أحكي عن الفنون والأدب بشكل عام، إذا بتحكي مع الجموع الماس بشكل عام، حتى خلينا نضلنا على كلمة جموع، ما فيهم يحضروا فيلم بطيء إذا فيلم ما فيه حدث وفي ضربتين قواس وفي قتيل وفي كذا بصير بزهقهم. بفضلوا أفلام عن الحرب، بيحب الأولاد بتلاقيهم قاعدين على عم بيلعبوا جيمز على كله على الحرب، الكبار معهم والصغار ببيوتهم بدهم يحطوا صورة لزهرة
اللوحة بتصفي عنيفة كتير إذا راحت شطحت شوي، لأنه بالانطباع أنه هي بتزين لهم حياتهم يعني بدرجة متقدمة، أنها تحرك فكرة الذوق، تحرض على فكرة الذوق مش بس على فكرة الحرب. يعني حتى إذا نحكي عن بيت مونريون، غير العمارة، أثر بالأزياء، بحكي بكل أنواعه، بس كمان اللوحة مرات منيح أنه بتستفز زيادة، معناتها اللوحة بتخلي واحد يفكر. يعني بين إذا بنحكي عن الفدائية اللي ممكن نحكي عنه بعد شوي، بين تشوفهم بالأفيش وتشوفهم باللوحة فرق هائل. تشوفوا بنشرة الأخبار بيمرق كأنه ما شفته، تشوفوا باللوحة بينقذك. مظبوط. هلأ أيمن، إحنا حكينا على إعادة ذكرى باللوحات تبعيتك، هيدي شغلة كان يعملها أنسلم كيفر بعد الحرب العالمية. قلنا كيف أثر عليك أنسلم كيفر بفترته، البدايات اللي بلش يشتغل فيها، أكيد كان مؤثر على كل اللي هو أو ريختر أو كل اللي رسموا لوحة حرب تيماتيك إذا بدك، عملوا موضوعات مترابطة، لأنه إذا بدنا نحكي عن الحرب شبه كل الفنانين رسموا عليها. يعني بتمرق على بيكاسو بتلاقوا لوحة جيرنيكا، بتمرق على غير محل إلا ما إذا بدك محلات تتأثر بشي، بس هو كان في تيماتيك عام. بذكر أول ما رحت على فرنسا فرجيت شغلي على أساتيستي، وكان هذا باراليل كمان، لأنه نفس الوقت اللي عملت الأكاديمي مع الصيفية مع مروان، عم بذكر مروان لأنه مروان إذا بدك غزة فينا الروح التعبيرية الألمانية، فكله إجا هيك مع بعض. كنت عامل صورة صغيرة بالخمسة وتسعين للستاد تبع بيروت، ولما شافها أستاذي قال لي قديش حجمها هيدي، قلت له هالقد، قال لي بشوفها كتير عكبير، لأنه كنت لازم نبلش صفنا الرسم. عم بحكي عن أستاذ جون لوي بخادال اللي هو كان أستاذي يعلمني تاريخ الفن تقريبا بالأرتيكو. فلما كبرتها بالألوان اللي كانت موجودة البيجمنت والكذا، طلع فيها الشيء، لأنه كان يجيبولنا لون الأبيض والأسود والباقي كله كنا نخلطه، الجامعة كانت أمننا المواد، نخلط اليوم مع أوبا. طيب هلأ حتيجي الكهرباء، إحنا طبعا ببيروت لبنان وعندنا يمكن ساعتين كهرباء بالنهار، بس في مطرات عم تشتغل، نكفي فينا ايه جزء من الفولكلور. مزبوط صح ايمن كمل. وليه عم نشتغل على الحرب؟ ليه عم نشتغل على الحرب؟ فظيعة اجت بوقتها. فكبرت العمل، وكان في بحكم شكل الستاد اذا بدك والالوان الترابية، كان في هيك كتير ربط مع أنسلم كيفر. بوقتها استاذي جون لوي بخادال قال لي بالعكس، هيدي قيمة ما تهرب منها، بدي بالشغل اللي حتعمل لي اياه الاكسبوزي تروح تشتغل على أنسلم كيفر، لا تفهم إذا بدك من وين بيجيب الإيكونوغرافي، الموضوعات، ومن وين جاي الرموز اللي حاططها إكسترا. فاللي فهمته الفرق، الفوارق اللي بتصير بين الشغل له علاقة بالحرب والشغل أو جيلان. أنسلم كيفر خلق بالخمسة وأربعين، يعني انتهت الحرب، هو فاق لواعي، كأنه شغله أكتر من الأرشيف من ما هو شيء معاش. فبالحرب الشيء المهم كتير اللي بتشوفه بين إذا بدك إحساس بالشغل وموجود مش موجود محل تاني إكسترا، هلا ما عم قارن بس عم بحكي بالعموم، إنه في روايح، في ريحة البارود، في ريحة القتل، في لما ما بتعود تسمع شيء، لما بتعود لما بتدب الفوضى، في إشياء بالحرب هيدي بتحسها بإذا بالكتاب الحرب والسلم تبع ليون تولستوي، لما بتقرأ بتقول هالزلمة مستحيل، هذا كان عايش على الجبهة. اكتشفت انه كان ضابط بالحرب، يعني مش بس انه كان كاتب رواية الحرب والسلم، كان موجود بأرض المعركة. او الاحساس اللي بيوصل لك من اعمال جويا تبع الحرب، يعني الديتاي اللي موجودين بالله بتقول هذا مصور حرب، هذا مرة عليه شيء يعني. كيف وهذا بفتكر شيء كل بيروت حست فيه بانفجار البور بآب من سنة، لأنه ما في حدا، أنا بتذكر لما نزلنا لتحت على هاي المنطقة الجميزة مار مخايل، ناس كلها كان وجوهها مغطية بالشحبار
بالدم ازاز وين ما كان، يعني هيدي شغله احنا كلنا حسينا فيها. كان في صوت الازاز بالمدينه كل الوقت، ناس عم تدعس على ازاز. مزبوط، صحيح. أيمن، احنا حكينا على أربع آب وعلى الأهراءات، وبتذكر أنا وقت ما صار الانفجار بعدها بشوي كان بلشوا الناس يرسموها، وبتذكر أنا جيت قلت لك أيمن هيدي أنت اللي لازم ترسمها لأنه هيدي شغلتك أنت، البنات المدمرة، فأنت رسمت هاللوحة هيدي وعملت شيء كتير حلو فيها، لأنه أول شيء أنت ماخدها من أنجل مختلفة من الأنجلات اللي عامة بترسمها، وبعدين مفوت فيها الكلمات. أنا بعرف أنت عامل كتير لوحات بتفوت فيها الكلمات، فكيف عملت لها اللوحة وشو علاقة الكلام باللوحة؟ يعني يمكن الانطباع اللي إجاني لحتى أخدتها هي مش بس الوحيدة، أنا حتى الستاد كلهم أخذ لهم صور من فوق، حتى مرات بيكون بتخيل، يعني مش صورة بتكون من الراس. الانطباع الأول اللي إجاني يمكن ذكرت لوحة تيرنر، حريق البرلمان، اللي هذا حدث صار ببريطانيا بالفترة اللي كان عايش فيها، احترق البرلمان، رسمينه كم فنان، تيرنر بشكل خاص، بس انه عامل منه بعدة فترات بالنهار بوهج نار عالي، واللي كان مؤثر إذا بدك ببداية الانطباعيين. يعني لوحة موني الامبريسيون هي تقريبا من هذا الشيء. والشغله الثانيه سالتني عن الأسماء، عنبر رقم 12، عن الاسماء. مش عنبر، مش اهراءات، لانه لحظه الانفجار كان كل العالم بس عم تحكي عن عنبر رقم 12، وكلنا عم اللي هو العنبر اللي كان فيه بقلبه المواد اللي انفجرت، ساعة فرقاع، وهذا كمان فكره الفرقاع ذكرتني بويسلر وتيرنر. وبعدين صرنا نفهم انه اللغز الاساسي واللي بعده هلا بالتحقيق واللي قايم الايام فهو عنبر رقم 12، هو تقريبا مثل اللي كنت اعمل اللي هلا صار جوره كمان اللي محل ما كان العمر، هو اللي هون الجوره اللي هون اللي فيتي فيها مي. في شيء مثل اذا بدك اللي بلشها ماغريت سيسيني بازين بيب، اللي حط صوره والكلمه تكون هلا منا هالقد متباعده مثل اللي بيعملوا، منا سورياليه، بس بنفس الوقت بحاول اعمل شيء مثل الكادراج تبع الافيش السينمائي، واللي مرات بيكون العنوان هذا عنوان اكثر عم بحكي بالبوسترات تبع الفيلم جذاب، يعني مش علاقه مباشره مع الصوره. فالكلام خيار له علاقه فكرت فيه كثير، لانه نحن سقفه نص، نحن مش سقفه صوره، مع انه بين طريقه البانتشور اللي بعملها والنص بحس في صعوبه انك تفوتهم ببعض، او عندي على القليله، بس بدخل النص من وقت للتاني حتى مرات بالعنوان، لانه النص هالقد مهم بسقفتنا. يعني نحن سقف الصورة بانقطاع متواصل وطويل، يعني إذا بنرجع من نبش ما قبل بداية اللوحة بالعالم العربي كله، ما لحقول الإسلامي لأنه في استثناءات بإيران وبمحلات وكذا، بالعالم العربي في شبه كأنه مختفي الرسامين، يعني كان في الخطاطين هن إيد الله، والرسامين يعني غير الواسطي والكم حدا الرسمين لكتب إلوستراسيون، يعني الواسطي كان رسم صور بيلحقوا النص اللي هو مقامات الحريري. من الواسطي لهلأ لبداية الفن، عم بحكي القرن العشرين، يعني 19-20 لتبلش تشوف رسامين عرب. فالنص عم بقول هالقد مهم عنا اللي ما بقدر اتجاهله، هو هالقد حاضر، نحن حضارة نص، نحن كل شيء قايم على النص. وانت هيدا عامله بنحاس؟ هيدي مثل اللايت بوكس، عاملها بارما بس بعملها بايدي ليكون فيها شوية حياة، ما تكون اذا بدك جاي مصنعة، لأن الشغل فيه عاطفة، ما فيك تعمل شغل مصنعة. أكيد.
أيمن، هلأ إحنا واقفين هون قدام هاي الصورة برج بابل الأيقونية، خبرنا على علاقتك بالميثولوجي بمواضيع اللوحات تبعيتك. في كذا موضوع يمكن بأعمالي مش كلها مربوطة بالميثولوجي. في هايدي، في شغل على هابيل، في لوحة واحدة فريدة يعني، في سيزيف مرق أكثر من مرة بشغلي، في هلأ جانيوس عم بشتغل عليه. طبعا ما في أي ربط ديني مع الموضوع، لأنه في الحقيقة اللي هي برج بابل اللي مش معروف قديش تاريخها يعني موجودة مش موجودة. في وجود طبعا لأثار، في اللي هي بالأساس الزيكورات، يعني الزيكورة أو الزيكورات بالعراق اللي كانت مثل 7 طوابق أو 8 طوابق. فهيدا كله فرضيات أركيولوجية، لهالسبب سميته بابل كما رأاها فنانوس شمال بروغل، يعني بروغل، فان آيك، كذا حدا بفترة إذا بدك اللي إجت فيها البروتستانت بهداك الوقت. الموضوع كان تبع برج بابل هو كمان نقد بهداك الوقت، بقصد مش شمال للكنيسة بظهور البروتستانت. مجيتي على موضوع بابل، بتخيل واحد انطباع كان الأول بتذكره لما كنا بدارة الفنون بعمان، كان عم بتعمر مبنى أوتيل حياة أو شيء، كان هيك مبين مثل كله على العظم، كان صورته مثل بابل بقلب المدينة. وعملت هيدا بداية أول عمل، هيدا متأخر شوي، الأول اللي عملته سنة 2005 بالألعاب الفرنكوفونية. فكان في ربط تبع فكرة التعرف بابل، هو جذره العبري والعربي هو مثل تبلبلة الألسن، يعني فاتت اللغة ببعض، إنه الله غضب عليهم وفوت لهم ألسنتهم بعض. أنا كنت عم بحكي عن اللغة المركزية، كنت عم بحكي عن حرب العراق بهذيك الوقت، عم بعمل إشارة للعراق. والشي الثالث كان في حوالي مرامل، كان في بيوت للنمل معمولين من الرمل هيك واقفين، فحسيت انه هذا انسب شيء هلا اشتغل عليه. يعني ثلاث اشارات كانوا موجودين، علاقه اللغه بالفرنكوفوني، قصه العراق اللي كانت براسنا بهداك الوقت بال 2005، وتلال النمل. فهيدا بما يخص برج بابل. سيزيف استعملت الاسطوره لفكره مصيرنا اللي هو مثل عقاب، سيزيف تعاقب انه كل ما يوصل بالحجر لراس الجبل ترجع تكر. اشتغلت على هيدا لانه حاسس حالي نحن عايشين بمجتمع سيزيفي تقريبا. اكيد كل ما بنبني شوي بيهر لورا، نتقدم ونرجع. وهابيل هو بالميثولوجيا التوراتية انه في طبعا، والدينية هن ما بسموها، بحكي بالديانات السماوية بالنسبة لهم مش ميثولوجيا. فهي في الأول خي قتل خيو، المزارع تقريبا اللي هو قايين قتل خيو هابيل. الفكرة كانت على الصراعات هون الدموية اللي صار بالعراق وفلسطين وبلبنان، وكل الناس كانت عم تقوص على بعضها. فكرة السامية والتحريض تبع قتل الأخ، يعني أنا بفتكر إذا بده يطلع عالم نفس ببلادنا لازم يكون عم بيفوكس على عقدة قتل الأخ اللي مزروعة بتحريض دائما من البي، مرة من إبراهيم ومرة من الإله ومرة من على هو هاي الفكرة الإبراهيمية اللي التحريضية اللي في بعض منا مروا فيها كمان. كلنا مرقنا فيها، ما في بي مش إبراهيم يعني. مظبوط، صحيح. أيمن، بدنا نحكي على موضوع المقنع وعلى موضوع الإخفاء. أنت بتعمل كتير لوحات فيها ناس مخفية لابسين ماسك، لابسين مثل هالملثم هيدا اللي عم نطلع عليه الفدائي. طبعا في ناس بتشوفه كمخرب، في ناس بتشوفه كبطل. خبرنا على ليه بتستعمل هالموضوع هيدا. بصراحة إذا العمل بيكون عنده مروحة من الدلالات بيكون أغنى. يعني أنا ما كل واحد لازم العمل يشوفه إذا بدك على بروح خاصة، يعني العمل ما لازم يتبكى للمعنى تبعه.
لما بلشت اشتغل عليهم كان بداية عم أفكر بجزء من اللي كنا عم نحكي عن ذاكرة الحرب. جربت انبش براسي شو الاشياء اللي طابعة. طبعا لما عشنا بخبرك بهدى وجميل كنا عايشين مع المقاتلين، كان هذه الصورة اللي نشوفها يومي، حتى إذا مش باليومي كنا نشوفها بالبوسترات بالشارع. هذه صورة غرزت براس الجمهور العربي كأنها صورة للأفيش البوستر السياسي. طبعا بحديث طويل حتى مع أجيال أكبر مني، كان مع مروان مرات، مع يوسف عبدالكي مرات، عن الصورة الجرائدية. فتعمدت أجيب صورة جرائدية من الشارع وأعطيها بعد تاني. بلشت أشتغل فيهم وإجت 11 أيلول، فهون صار إذا بدك فت من مشكلة على مشكلة بعد أعوص. يعني من فكرة أنه طالع أنا إذا بدك براسي من الحرب الأهلية اللبنانية على صورة عم تنشاف على الشاشات بصورة، يعني صورة الرعب كانت بهذاك الوقت. برجع كمان لموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، فكرة الإيدنتيتي، فكرة الهوية، وبيستحضر براسي لما بول فيريليو كان عم يحكي عن فكرة العدو. بول فيريليو إيربانيست فرنساوي عم بيحكي عن فكرة العدو والأنونيما، وأنه كيف كان قبل القرون اللي عم نعيشها لما بتتعرف على عدوك، بتتعرف على وجهه، بطل عندك رغبة بقتل. بينما هلأ اللي مستعملة إذا بدك باليوك تبع برج المر بيقول فيها je vois donc je tue، الأول ما تشوف صورة عدوك بتقتله، اللي صار كل شيء إذا بدك مبرمج. فكنت بهداك الوقت عم فكر بالأنونيما لصورة الفرد اللي وراه، لأنه دائما السؤال مين في وراه، في وراه مرة، في وراه رجال، في وراه كذا. الأنونيما للفرد بس اللي فيها صورة للجماعة بنفس الوقت. يعني هلأ خبيت له وجهه اللي مش معروف، اللي مرة بيسألوني إذا هذا وجه مين، إذا وجهي حتى، بس بنفس الوقت عم تعطي صورة للصورة للجماعة، نحن كيف نشوف حالنا والباقيين كيف يشوفونا مرات. وكمان مفوت فيها موضوع كنا عم نحكي فيه على تربيتك بوادي أبو جميل، القماش الزهور. ايه صار هيك إذا بدك زحلقة من موضوع على موضوع. يعني كيف بلشت فيهم، اللي بلشتهم في فرنسا كان بالأبيض وأسود، بالأحبار، بشوية أكريليك. بعدين أول عمل حطيت فيه الزهور كان اللي سميته السماء ملبدة بالزهور، اللي كنت عم بحكي عن كيف انتقلنا من محلات الناس بعدها فيها روح الريفية والجنين الضايعة تبعها، واللي هون كمان استعملتها بهذا المنطق. فهول الفابريك استعملوني كتير بتيابن وبالفرش وبحكي، كنا عم نحكي عن الناس اللي جايين من الأطراف، من مجتمعات ريفية، بودا بجميل، حتى وين ما كانت كنت شوفهم، حتى إذا كنت تطلع على سوريا، بتطلع تروح على تركمستان بتلاقيهم. وانتقلنا من هيدا الجو بفعل أيديولوجي كمان، من هيدا الجو اللي كان الناس لبسي زهور ومزركش وكذا، لأسود ورمادي ورصاصي. هذا أجا مع الشادور وأجا مع، عم بحكي عن حزب الله، أخوة المسلمين، كله لبسهم كحلة وزي مثل كأنه بمحجبين بس على كوريا الشمالية. يعني كوستيم، لأنه هذا بيشيل العار إذا بدك. أي. صار الكوستيم بيشيل العار أكيد، الكوستيم الأيديولوجي بيسكر أسود ما بتعد. أي. بينما هذا كان يقوله من زمان زق متوالي أو كردي أو إكسترا. واحد من الفنانين العرب، الفنان السوري العظيم الله يرحمه، مروان كساب باتشي، كان له تأثير كبير فيك أنت، وكان له تأثير بشوي من أصدقائك اللي مثل سروان بران، مثل تغريد درغوث وسعيد، وسعيد كان مساعده لمروان. فخبرنا على علاقتك بمروان وكيف تأثرت أنت بشغله لمروان. هو التأثر مش بس بشغل مروان، وكان مؤثر إذا بدك بتكويننا. مروان كان
يعني مثل الشغلة نزلتنا من السوا. يعني أنا والشباب كان عمل يعني نقلة وإضافة نوعية وفهم للفن يمكن ما كنا باللي نحن فيه لو لا مش بس استيعاب. نحن جينا من عائلة إذا بدك أنا وسعيد كان الفن حاضر كل وقت. الأسئلة الصعبة اللي كان بدون ما يطرحها بس كيف نحن عم نشتغل حطنا بتساؤل صعب، شو معنى فنان، شو دوره للفنان اكسترا. حتى اللوحة حتى طريقة التلوين كان يسأل عن إذا فرشيتي مربعة ولا مبرومة، إذا بعمل حجم صغير ولا كبير قبل ما يعرف شغلي. قبل ما مروان شخص أساسي بتكويننا كرسامين عم بحكي نحن المجموعة كعرب، يعني عنده تأثير كتير أساسي فينا. أيمن، هلا اخر موضوع بدنا نحكي فيه لانه هيدا موضوع بفتكر مهم لك، وهيدا شيء انا بصفتي صديق لكم للفنانين كلكم انا بشوف هالشيء هيدا دائما موجود عندك انت بالذات، اللي هو اصدقائك اللي بتشتغل معهم. بلاقي لما بشوفك عم تشتغل على موضوع كتير مهم اصحابك موجودين، واصحابك بتطلب منهم شو ارائهم باللوحه، كيف شايفين هون كيف شايفين هون. خبرنا شوي على علاقتك برفقاتك. هلا احنا هون واقفين قدام صوره لتغريد. تغريد كانت مرتك، كانت زوجتي، كانت حبيبتي من زمان. بنعرف بعض من سنه ال 96 تقريبا، اول ما اجت على المعهد انا سبقتها بسنتين وطورنا سوا انا وياها وسعيد، وكان معنا شاب اسمه علي القاك. كوننا نحن بالجامعه اللبنانيه سوا. نحن كنا جايين انا وسعيد من بيت فني، يعني كان عندنا شويه خلفيه أكثر ثقافية بقصد وتقنيا. وفيما بعد إذا بدك التقينا بالشبيبة مثل سيروان اللي كان جاي من العراق. سيروان كان حتى لما أجا درس مع مروان كان يعلم بجامعة بغداد، فبينا أصحاب من هداك الوقت من 2001. ومروان عملنا إذا بدك اللحمة بين بعض، وبنفس الوقت صرنا نغذي بعض، نعطي اراء لبعض، نساعد بعض. حتى يعني حتى في بعض الاوقات مثل ما كنت بتسالني اليوم سافر انا وسيروان وعبد مرات لنشتغل، لنروح بس نشتغل هيك. ففي شيء بيشبه الاخوه، في عبد، في هلا عز الدين، في نادية صفي الدين، في سعيد خيي، في اسامه بن عمي. ففي علاقه اذا بدك هيدي ما بنعرف انا تقديري بعد تتطور بتوصل لمحل. يمكن اللي جمعنا هون يعني نقول جمعتنا بيروت، بس يعني بنبسط فيه كتير. مثلا قليل ما بشوفها بأدبيات العرب، مؤخرا بالمعهد العالم العربي نعرض سيروان وكأنه فنان من خليني أقول بيروتي مش ما أقول لبناني. انكتب كان حدا كاتب انه فنان عراقي، فنان عراقي من بيروت. وهيدي عاده ما بي ما العرب ما تعودنا عليها، انه واحد بيعيش بمدينه بيصير مطعم بروحها وبيحبها وبتحبه. يعني فالعلاقه نحن اذا بدك الصداقه والمحبه وكذا، وفي بيروت جامعتنا كلنا. هيدي واحدة من اللوحات الطيارة المدمرة اللي أنت رسمها. إسرائيل كسرت مطار بيروت أو الطيارات تبع الشرق الأوسط بعدة مناسبات. أول مرة ب 68 نزلوا الكوماندوس لغموا 13 طيارة. في الصورة الرمزية اللي عليها على الجناح صورة العلم اللبناني، وبعدين كل هالخراب وفي محلات استعملت كلمة الشرق الأوسط لأنه طيران الشرق الأوسط. كأنه إذا بدك كمان إحساس بهذا دائما بيصيب الفنانين والكتاب والشعراء، والإحساس مش بس على الذاكرة، وإحساس بالانهيار اللي جاي مرات. لأنه إذا عم نعمل كل هالتراكم هو نوع من التحذير مرات، إحساس بأنه في شيء منه ظابط. فالوضع هلأ إذا بدك بهذا الانهيار بشوفه بيشبه هالصورة. Thank you.